بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد محسن Certified SOLIDWORKS Instructor Design and Production Engineer. هنتكلم إن شاء الله في الفيديو البسيط ده عن أول حاجة البلاستيك بروبرتيز، اللي هو النوعين المشهورين اللي هو السيرمو بلاستيك أند سيرمو سيت. هنعرف إيه الفرق بينهم. تاني حاجة إن شاء الله هنتكلم عليها اللي هو إيه البلاستيك إندستريز، اللي هي عمليات إيه صناعة البلاستيك، اللي هي العمليات المشهورة زي الإكستروجن والإنجكشن والبلو أند إيه روتينشنال مولد. طيب، في اول حاجه هنتكلم عليها زي ما احنا اتفقنا اللي هو ايه انواع البلاستيك، البلاستيك بروبرتيز. في نوعين مشهورين اللي هو حاجه اسمها سيرمو بلاستيك والسيرمو سيت. طيب ايه الفرق بقى ما بينهم؟ السيرمو بلاستيك اللي هو ايه اقدر اصهره اكتر من مره والمنتج مش هيحصل له حاجه، زي ايه زي الاكريليك. طيب لكن السيرموسيت ما اقدرش اصهره اكتر من مره، يعني انا لو صهرته مره هو بعد كده بيجمد بيتكون شكل، الشكل ده لو كنت اصهره مره تانية الشكل بتاعه بيبوظ بيتحرق من الاخر. يبقى السيرموبلاستيك ده بصهره، ملخصها كده ان انا بصهره بعد كده اسيبه يتجمد، بعد كده لو جيت صهرته هينصهر تاني معايا مش هيحصل في اي مشكله. لكن السيرموسيت لو انا جيت اصهرته اول مره وبعد كده هو اتجمد هيكون لي شكل، لو كنت اصهره مره تانية هيتحرق شكله هيبوظ. طيب مثال بقى زي ما احنا قلنا السيرموبلاستيك حاجه اللي هو الاكريليك، لكن مثال للسيرموسيت حاجه اللي هو ايه الايبوكسي ريزن. يبقى كده عرفنا ايه الفرق بين السيرموبلاستيك والسيرموسيت. طيب تاني بقى موضوع عايزين نتكلم عليه اللي هو ايه ازاي بنقدر نحصل على المنتجات البلاستيك اللي هي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا في اشكال كتير طبعا للمنتجات البلاستيك وكل حاجه ليها ايه طريقه في التصنيع. طيب اشهر عمليات صناعيه في عمليات البلاستيك، اول حاجه اللي هو الاكستروجن او بنسميه الباسك، تاني حاجه اللي هو الانجكشن مولدنج اللي هو قوالب الحقن اللي هي الاستنباط، يعني استنباط الحقن. تالت نوع معانا اللي هو ايه النفخ، تشكيل بالنفخ اللي هو اسمه بلو مولدنج. رابع حاجه اللي هو ايه روتينشنال مولدنج او اللي هي ايه القوالب اللي هي ايه الدورانيه. طبعا هنتكلم طبعا عن كل حاجه من الحاجات ديت ونبدأ إيه نشوف الفرق ما بينها وإيه عمليات الصناعة بتاعتها. طيب أول بقى نوع معانا هنتكلم عليه اللي هو إيه الباسك أو الإكستروجن. الباسك أو الإكستروجن ديت دي عملية بستخدمها عشان أصنع بيها أو أكون بيها الأشكال البلاستيك الطويلة أو ذات الإيه ذات الأشكال المنتظمة بإيه بأطوال إيه بأطوال مختلفة، زي إيه مثلا زي البلاستيك رودز، زي اللي هو الفيلمنت بتاع 3D printing اسمه مونو فيلمنت، زي البلاستيك بروفايل سيكشن اللي هي الكاميرات البلاستيك، زي الاسلاك العزل اللي هي بتاع الاسلاك اللي هي النحاس او الكلام ده كله بيبقى عليها ايه طبقه كده عشان تعزل الاسلاك دي، بتبقى طبقه ايه من البلاستيك. زي ايه تاني؟ زي مثلا الخراطيم بتاع الكهرباء. طبعا ايه كل الحاجات دي بتبقى حاجات طويله إيه فمش هقدر استخدمها حاجات مثلا ايه العمليه المناسبه بتاعتها بتكون ايه هي عمليه الاكستروجن او الباسك، لانها بتكون زي ما احنا اتفقنا اطوال كبيره او ايه او حاجات بتبقى ثابته ثابته ايه ثابته المقطع. طيب الاكستروجن دي بتتكون او بتنقسم الى حاجتين، اول حاجه اسمها بروفايل اكستروجن، تاني حاجه اسمها بلون فيلم اكستروجن. طيب البروفايل اكستروجن ده والبلون فيلم اكستروجن دومت ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه البروفايل اكستروجن ده ببدا هنا احط في حاجه هنا اسمها القمع ده او الهبر، ببدا احط فيه الخامه بتاعتي، بعد كده بيبقى فيه هنا سكرو او بيسموه سوبريكيتنج سكرو، بيبدا يضغط البلاستيك كده وهنا بيبقى فيه سخانات مختلفه بدرجات حراره مختلفه، بيبدا ايه يعمل انصهار للبلاستيك ده يبقى منصهر. بعد كده ببدأ يخش على مرحلة تانية أو غرفة تانية اللي هي غرفة التبريد، دي بقى تبريد بهواء ومية يبدأ يبرد البلاستيك ده. بعد كده بقى بيخش على مرحلة بيكون فيها ايه الاستنباط أو جزئين كده اسطمبتين بحطهم ايه قصاد بعض بيبقى فيهم الشكل المنتج اللي أنا عايزه. بعد كده بقى بيخش على مرحلة القطع أو السكينة أو القطر، بيقطع بقى إيه المنتج بتاعي أو بيكون إيه الطول اللي أنا إيه اللي أنا عايزه، وبعد كده بقى إيه الستيكر ده أنا عايز ألزق حاجة على المنتج أو حاجة فبدي إيه تبقى المرحلة الأخيرة. طيب تعال كده نشوف فيديو يوضح إيه الكلام ده.
الفين ده ايه، ده البلاستيك اهوت بعد ما طلع من الاكسترودر بعد ما انصهر زي ما احنا ايه زي ما احنا قلنا. ده طبعا شكل الاسطمبة بتاعي او شكل المنتج اللي انا عايزه ايه يطلع في الاخر. طبعا بينظف طبعا ايه البقايا بتاعة البلاستيك اللي هي ايه تكون على الاسطمبة. ادي هو البلاستيك المنصهر اهوت طالع هنا من الاكسترودر، ده ايه ده الجزء بتاع الاكسترودر شايفين ده. كل ده طبعا هيبقى مرحلة تبريد زي ما احنا اتفقنا، تبريد بالمية ايه والهواء. طبعا هو لابس طبعا جلافز طبعا او لابس جوانت، لان طبعا البلاستيك بيكون درجة حرارته عالية جدا، بيبقى سخن جدا. ادي الشكل اهوت، دي طبعا ايه كروس سكشن بروفايل او كاميرا، يعني كاميرا بلاستيك. ده طبعا مرحلة التبريد، وادي ايه الاسطمبة هتقفل هنا، تقفل على بعضها هنا. طبعا في الاول البلاستيك ما بيكونش ايه مشدود كويس، يعني ما بيكونش ايه مظبوط، يعني بيبدأ طبعا ايه يظبطهم اما ايه الاتنين دول تقفلوا على بعض. بدأ بقى هو الشكل بتاعي يطلع في الآخر، ده بقى الجزء اللي هو ايه هيبقى الهولف ماشين. فين البلاستيك طبعا في الأول ما بيكونش ايه مظبوط، بعد كده ايه بيبدأ يظبط اهوت ويبدأ يملأ ايه الشكل بتاع اللي أنا عايزه أو الشكل المطلوب بتاع الاسطمبة بتاعي. طبعا هنا طبعا حصل عليه تبريد طبعا، فايه فما عادش ايه سخن زي ايه زي في الاول. طبعا هنا بيقيس طبعا التخانات بتاعته وبيشيك على كل حاجه، هيشوف دلوقتي مرحله الكاتر او السكينه اللي هو ايه قطع بالطول المطلوب. ادي ايه السكينه اهي بتقطع طبعا طول طبعا انا ايه اللي انا عايزه، هتشوف انا محتاج ده طول قد ايه، وبعد كده السكينه ايه بتنزل هنا ايه تقطع. وهنا بقى مرحله الاستيكر ايه اللي هو لو في حاجه هيلزقها او حاجه زي ما احنا ايه اتفقنا، هو طبعا ايه لازق هو على المنتج بتاعه او الايه او الكاميرا بتاعه. يبقى ده ايه اول نوع معانا اللي هو ايه في الاكستروجن، وحاجه اللي هو اسمها ايه البروفايل اكستروجن. طيب تاني حاجة بقى معانا حاجة اسمها ايه، طبعا كل ده احنا لسه في الاكسترويجن او الباسك. تاني نوع فيه اللي هو ايه البلون فيلم اكسترويجن. البلون فيلم اكسترويجن ده بيبقى في الاكسترودر هنا بيبقى طالع كده حاجة زي البابل كده او البالونة. البالونة دي بتبدأ درجة حرارتها بتبقى عالية، تبدأ تخش على مرحلة تانية ايه اللي درجة حرارتها ايه تقل، او يبقى برضو غرفة تبريد هنا. لما بتخش على غرفة التبريد هنا بيبدأ بقى الشكل يبقى من شكل بالوني كده إلى إيه شكل شيت كده إيه فلات عادي، وبيخش بقى على برضو على رولات هنا كده تبدأ تفرده وبتبدأ تطلع لي برضو إيه الشكل اللي أنا إيه عايزه في الآخر. تعالوا برضو إيه نشوف كده فيديو يوضح إيه الموضوع. ادي ايه شكل البابل او البالونه اللي احنا ايه كنا قلنا عليه، كل ده لسه يبقى طالع من الاكسترودر، يبقى درجه حرارته عاليه جدا. هيبدا بقى هنا
اللحظة دي هيبدأ بقى إيه يحصل تبريد على الخامة نفسها أو البلاستيك نفسه، فيبدأ هنا يتحول من الشكل البالوني ده إلى إيه؟ إلى شيت أو بليت كده أو فلات كده. هو ده إيه؟ ده شكل البابل أو البالونة. ده طبعا اكسترودر. ده طبعا هنا ايه بيبدأ الشيت يتفرد زي ما احنا قلنا، يبقى ايه فلات اهو، هنا ايه بقى فلات اهو، اجي نوقفنا هنا كده بيبدأ يبقى ايه فلات اهو. ده كده هيمشي بقى على ايه على رولات كده، تبدأ ايه تعمل ايه تفرد الشيت بتاعي ده اهو. ده ايه ده بعد ايه ما اتجمع في الاخر. يبقى كده احنا خلصنا او اتكلمنا عن اول نوع معانا اللي هو ايه نوع الاكسترودر.